بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتعرف على برنامج ديزاين بيلدر. برنامج ديزاين بيلدر بيعمل تحليل للطاقة بتاعة المبنى، بياخد البيانات اللي عندي، المبنى شكله ازاي وعامل ازاي، واللايتنج اللي فيه والتكييف اللي فيه. لما بخلص خالص بقول له اديني بقى تحليل، اديني بقى المعلومات، اديني الهيتنج ديزاين والكولينج ديزاين هيبقى عامل ازاي، اعمل لي محاكاة للمبنى، اديني سي اف دي. فهو الأول إحنا كنا بنشتغل على في الفازاري ويف، في كوتكت ويف. فالبرنامج ده أصلا يعني حتى لو هما شغالين هو إمكانياته أكتر، في تفاصيل أكتر، وإن شاء الله هتلاقيه سهل وبسيط. أنا مش هشرحه، أنا بس بقولك على البرنامج وأنت دور بقى على الشرح بتاعه وابدأ اشتغل عليه. تمام؟ يعني بقول مثلا هنا أنا عايز كل واحدة من دول بقف عليها بيبدأ يديني المعلومات الخاصة بيها. طيب أنا عايز أول واحدة خالص، نبدأ من البداية خالص، اللي هو اسم المشروع. اكتب اللي أنت عايزه، دوس مرتين وغير الاسم. أقول له هنا أنا عايز اللوكيشن، أنا عايز أشوف المكان بتاعي فين، المبنى ده يبقى فين. أول ما دخلت في اللوكيشن بدأت هنا الداتا يديني زي تمبليت للمكان. ممكن اقول له مثلا عايز كايرو، عايز مصر، عايز قطر، زي ما انا عايز. كل دي بلاد موجودة، تبدأ تشوف ايه البلد اللي انت عايزها. وممكن تغير انت بقى، تقول له لا ده انا عايز الحرارة كذا، عايز الرطوبة كذا، تبدأ تغير التفاصيل الموجودة. ليك ان انت تتغير، بس هو مجرد بس بيديك تمبليت جاهز للمعلومات الخاصة بالمدينة او بالمكان دوت. تمام؟ ممكن تقول له لا انا مش عايز استخدم اليوز ذا لايت سيفنج. ممكن تبدأ تغير انت المعلومات ديت، تشوف ايه المعلومة اللي انت عايز تغيرها. تمام؟ طيب خلاص احنا دخلنا. هقول له هنا في اللي اوت الاقي ان انا اقدر ارسم اي حاجة انا عايزها. تمام؟ يعني نقول له مثلا انا عايز ازود نيو بيلدينج، فيقول لي طب تفاصيل المبنى ده ايه ونوعه ايه. طيب تبدا تدخل البيانات اللي انت عايزها، اقول له اوكي. تمام؟ اقول له مثلا انا عايز ارسم حاجه بالشكل دوت. مجرد ان انا رسمت الشكل راح اقوم طلع لي الدور بتاعي. وممكن ترسم ابواب، شبابيك، حيطان، زي ما انت عايز. تمام؟ يعني بتقول له ازود، تبدا تختار بقى ايه اللي انت عايز تزوده. هل عايز ازود سيرفيس، عايز ازود سولار، اللي انت عايزه. هنا ادوات ان انت تبدا تعمل زوم على حاجه معينه. او ممكن بالماوس تقرب وتبعد زي ما انت عايز. طيب اقول له انا مش عايز حاجات دي خالص. ممكن تقول له بقى انا عايز اشوفها كابلين بالشكل دوت. تبدأ تقول له مثلا لا ده انا عايز اعمل موف، عايز اعمل كلون، عايز اعمل ميرور، عايز الف الشكل بتاعي، عايز اعمل له ستريتش زي ما انت عايز. هتشوف الموضوع دوت. اقول له ستريتش تاني. بعد كده بتقول له الاكتيفيتي، تبدا تدخل الاكتيفيتي اللي موجوده في قلب المبنى. هل انت مثلا عندك كمبيوترات؟ اه طبعا مش هقدر اعيش من غير كمبيوترات. اروح اعمل اون عليها وابدا ادخل التفاصيل بتاعتها. التمبليت هنا ممكن تغير اي تمبليت انت عايزه. هنا بيقول لك اوفيس اوبن اوف. طيب لا انا عايز حاجه تانية، تبدا تدخل. وكل واحد فيها بيبقى فيها خصائص. ده القش مثلا اخترت انت دوت، بيديك تمبليت وتقدر تعدل منه. الكونستراكشن، طب الاوبننج تفاصيلها ايه عندي في المبنى، قد ايه من الحيطه، نسبه الاوبننج من الحيطان قد ايه. بالمناسبه ديت كان واحد صاحبي
مهندس تكييف، وكان حضر في اجتماع كده وبتاع، فهم الناس ايه قالوا له انت مدخل في الهاب، كان شغال على الهاب، المعلومات غلط، انت مدخل الازاز او الويندو اكتر من الحيطه، ايه اللي انت عامله دوت؟ فقال لهم لا انا قصدها ده هي اصلا عشان كذا، وفي هنا في مصر غير الكود الامريكي، وقعد شرحها له نص ساعه، هو طبعا بيفتي الموضوع ده ما حصلش خالص. وبعد ما خرج بيقول لي تصدق ان انا يعني ما بفكرش، واصلا ما ينفعش ان انا ادخل الشباك اكبر من حيطه، البرنامج هيرفض. بس انا قعدت ابرر واقول لهم ان انا قاصد، وان ده حاجه احنا بنعملها على طول، وهم ما كانوش متخصصين في البرنامج، فراحوا يعني ايه عدوا، وقال لي انا كنت اعرف، كنت دخلت لهم شويه وقلت لهم ان انتوا بتستعبطوا. المهم يعني اللايتنج، ايه اللايتنج اللي عندي؟ هتشتغل على اللايتنج بليت، اللايتنج انرجي، هتشتغل بأني سكادول، في حاجة مثلا عايز تفعلها اكستيريور لايتنج زي ما انت شايف البلاك، بس ايه بتدخله البيانات مظبوطة، الاتشفاك تشغل بأني الفي في مثلا، ولا هتعمل زبالت، ولا زي ما انت عايز بقى، تبدأ تختار النظام اللي انت عايزه، ده تمبليت هتطبق هنا، وتبدأ تشوف ايه اللي انت محتاجه، هل انت تعمل هيتد ولا كولد، ممكن تفعل الاثنين، ممكن تكون مثلا الاوضه مش مهمه بتاع شويه موظفين ما لهمش لازمه، تروح لا هات لهم تكييف ولا حاجه خالص، وتوفر تخليهم يولعوا الجنريشن. تمام، بعد ما اخلص خالص ممكن اجي هنا اديت، اقول له انا عايز اشوف شكل المبنى يبقى عامل ازاي، طب الهيتنج ديزاين، هو بقى يبدا يعمل هيتنج ديزاين، الكولينج ديزاين، السيموليشن، سي اف دي، يعني البرنامج مجرد بس بتدخل المعلومات مظبوطه، هيخرج لك المعلومات اللي انت محتاجها عشان تعمل تحليل للمبنى. برنامج في منتهى الروعه، في منتهى السهوله. انا شايف يعني حتى لو كان الفازر يكمل كنا هنا هنحول له، هنلاقي فيه معلومات اكتر، ولا ان هو برنامج متخصص، وان شاء الله يعني تكملوا فيه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.